أكيد بندم إني كنت عضو بداعش، بس أنا كنت مجبر على هالشي هذا، لأن كنت يا إما بدي موت يا إما بدي أطلع أقتل مع داعش. انجبرت أطلع معهم لبين ما لقيت فرصة أهرب فيها. مين قتلت، مين صبت، مين عملت، ما بعرف. فدام بدعي لله إنه يكون نزل جيري حدا أو صيب حدا أو قتل حدا، الله يسامحني لأني ما كان بقصدي، وبصلي لهالشي هذا إنه يسامحني إذا صبت حدا. في شمال لبنان، في سهل عكار القريب من الحدود السورية، يعيش عشرات آلاف السوريين. بعضهم هرب من سوريا خوفاً من الحرب، وبعضهم هرب لأنه اضطر للعمل مع تنظيم داعش. نحن اليوم في طريقنا للقاء إيهاب، الرجل الثلاثيني الذي أجبر على القتال مع التنظيم كما يقول. بعد مرور سنوات على هروبه من داعش، قرر إيهاب أن يفتح لنا دفتر ذكرياته ويروي قصة هروبه من التنظيم إلى لبنان وتفاصيل الحياة الجديدة التي يسعى لبنائها. انضميت لداعش من 3 سنين وشاركت معهم بمعارك ضمن منطقتي، وإجبرت على هالشي هذا أنه أنا طلعت معهم وظليت معهم لفترة معينة، بعدين تخلصت هربت منهم وجيت لهون. تعذبت كتير لحتى لقيت أنه شغل، أنه كان لاجئ سوري هون يجي على لبنان. تعرفت على معلم صار يطلعني معه شغيل يومية، تعلمت معه مصلحة الدهين اشتغل معه، وفضل الله صرت أنه معلم معه وصرت اشتغل على حسابي. وبعدين يصلح لي شغل ببيروت ومناطق عكار وهون بشتغل وعمت حالي. مدخولك اللي عم تاخده من نجارة ومن دهان عم بيقدي مصروفك ومصروف عائلتك؟ لا ما بيقدي، كنت اوقات انكسر اوقات اتدين اوقات يجيني شغل براني، مثلا اقدر طلع عجار البيت يعني بشيله حاله. وقت ما بيكون مثلا في عندي شغل دهان جيت لهوني، تعلمت الزراعة كيف بيزرعوا الأرض، كيف بيشتغلوا فيها، بيفلحوها، بيفرموها. وصرت أشتغل بالأرض هون، طبعاً الفضل بيعود لصاحب الأرض أم وليد طبعاً. كيف تعرفت على أم وليد؟ تعرفت على أم وليد عن طريق شاب من عنده من ضيعة من هون، عنده خي ساكن ببيروت. تم التواصل مع خيه إنه في شاب بده يجي يسكن منطقة عكار. حكى مع أم وليد قالت طيب أوكي خليجي جينا شفنا الأرض، وقعدنا حكينا أنا أم وليد تعرفت عليها وقعدتني عندها بالأرض وصرت أشتغل معها. صراحة في كتير عالم إجت مزبوط، بس ما كان عندي ارتياح لألهم، يعني أنا إذا ما ارتحت للشخص ما بقدر أتعامل أنا وياه، لأنه هي في تعامل يعني في يعني حنكون نحن أكتر من أهل. المواصفات اللي كنت عم فتش عليها صراحة لقيتها بهذا الشخص بإيهاب، هي يعني يكون آدمة، يعني يكون بيحب الشغل. صرت ارتاح له لانه اول شغله اللي شفته فيه هو باخلاقه بمعاملته معه بالنسبه لعائلته، يعني مرته واولاده صرت احبهم يعني عن جد مثل اولادي. وشو بصير في عنده شغل بالارض بشتغل معهم؟ طبعا بتعطيني اجره، ما انه اشتغل عند ببلاش، حرام بتعطيني اجره. ومنطقه معزوله ما عندنا حوالين حدا، ساكن انا وعائلتي بس بهيدا البيت، انا وحرمتي وعندي 7 اولاد. قد ايه اعمارهم ولادك؟ بنتي الكبيره عمرها 14 سنه واصغر وحده عمرها 2. زوجتك ما بتساعدك باعمال الزراعه هون بالارض؟ بتوعى الصبح بدها تبعت الاولاد على المدرسه، بتقوم على شغل البيت، دوب بتلحق شغل البيت. Thank you.
أم وليد اللي بتشتغل عندها واللي قاعد هون بأرضها بتعرف أنك كنت تشتغل مع داعش؟ حكيت لك كل القصة عندي لوقت وصلت لعندها لهوني. حسيتني أنه أنا صادق معها. كل ما يحكي بهيدا الموضوع كثير بيتأثر، كثير بتضايق، وخصوصي حتى قال لي بيني وبينه ما قدر يحكي قدام عائلته لأنه كثير لحتى الأولاد أنه بس تحكي بهيدا الموضوع هيك كانوا يتوتروا. وقت حكي لي وهيك ارتحت له أكثر لأنه يعني صرحني بهيدا الموضوع، يعني هذا يعني قال لي إنه كيف تعرض لداعش وكيف قدر هرب منهم وكيف طلع عائلته هون بلبنان. يعني بس تروح تشتغل إذا عرفوا إنك كنت مع داعش هالشي ممكن يأثر على إنك ما تشتغل مثلاً؟ أكيد إذا عرفوا بيأثر. هلا أنا لما بشتغل بشرة بالورش بيجي بيسألوني مثلاً، كتير معلمي بيسألوني أنت مع مين؟ أنا بقول له لا مع هيدا ولا مع هيدا، ما حدا بيعرف إنه سيرتي ما إنها سيرة حتى أفتح أقول له لو بيعرف أكيد ما حدا بيشغلني، أكيد بتأثر علي. بس تقعد تفكر بحياتك هلا بلبنان كيف صارت وكيف كانت حياتك وخاصة التجربة اللي عشتها مع داعش، بترجع بتجيك هيدا الذكريات إيهاب أوقات؟ هلا أكيد إنه بتذكر بلحظات، مثلا لما بدور تلفزيون أو بسمع خبر بعيش هيدا اللحظات اللي عشتها أنا مع داعش، بس ما بخلي عائلتي تحس بهيدا الشيء. لما بفوت على البيت بلاقيهم مثلا سمعني خبر او هيك بعمل جو حلو انا والولاد، بلعب الاولاد بخليهم ينسوا، ما انه يحسوا انه انا عم بعيش هالذكريات هيدي، ما بخليني يحسوا في هذا البيت. بقضي الجو مثلا بيجي بالشغل بلعب الاولاد نرقد انا وياهم بالارض، ما بخليني يحسوا انه انا مش مأز من الحياه كرمال من هني. بس انت مش مأز من الحياه؟ اكيد مش مأز لاني بتذكرها كثير كثير هذيك المواقف. ما تمرق طيارة بتذكر الأحداث، بسمع خبر بتذكر الأحداث، بتذكر حلو أنا وين صرت وين جيت بالي بنت المريضة ولا الأحداث كنت عايشها، إنه بتذكر يعني حياتي صارت شوي صعبة علي. يحاول إيهاب اليوم جاهداً نسيان أو تناسي تجربته القاسية مع داعش في سوريا، فيغرق نفسه في يوميات العمل والعائلة. ورغم قساوة هذه الذكريات، ندخل مع إيهاب إلى بيته المتواضع لنسترجع منه تفاصيل تلك التجربة. إيهاب، أنت من بلدة سراقب اللي هي بالقرب من إدلب، خبرنا شوي عن قريتك. بلدة سرائب كانت الشعب كتير كتير متعاطف مع بعضها وبيحبوا بعضهم كتير، يعني الجار بيروح لعند الجار. يعني هاي الحكي بحكيك يا قبل الأحداث الحرب، لما بلشت الأحداث بعنا بسوريا إنه بقدر هيدا ياخد رأي إنه أنا مأيد أنا معارض أنا مع هذا الطرف، بلشت الحزازية شوي شوي مع بعضهم والكراهية صارت تزيد شوي عن حدها. أنا كنت من شغلي لبيتي، عندي شغل بروح بشتغل وبرجع بقعد ببيتي مع عائلتي، وقفت مع هذا ولا أخذت أي رأي. مين الفصائل اللي سيطرت بسراقب بعد بدء الحرب بسوريا؟ فصائل من جيش الحر كانت تحمي بلدة سراقب بس من أجر الغريبة ما تفوت لعنا على الضيعة وتصير فيها مشاكل عشان تضل نسرقب أهلية بمحلي. هجم داعش، هجم على ضيعتنا، بلش إطلاق النار على هؤلاء اللي عم يحرسوا الضيعة اللي هن من قلب مدينة سرائب، قرية سرائب. هربوا جيش الحر، فاد داعش لعنا. بيوم وليلة تغيرت كل الحياة، الأجواء كلها تتغيرت. كان عنا الحرية إنه تطلعي من ما بدك، تروحي تسهري بالليل، تمشي أنت وحي من السيكارة بالطريق، المرة تطلع تمشي لوحدها تروح على السهرة تجي وتروح. انحجزت الحرية عنا بقرية سرائب. حملوا حراس على الطريق وزرعوا بيت ناس فيه وتموا يعتقلوا الشباب اللي بيقدروا يطلعوا معهم يحملوا سلاح، اللي هن خادمين خدمة عسكرية كانوا للجيش السوري واللي بيقدروا يحملوا السلاح. يفوتوا على الشخص يتهموه انه انت كنت عميل للنظام او انت كنت مع الجيش الحر بدنا نعتقلك. يفوتوا ياخذوا هالشباب وياخذوهم معهم ويحبسوهم. اكيد انا فاتوا لعندي على البيت ومسكوني واخذوني معهم. انت متهم بتهمة انه كنت عميل للنظام. طبعا عائلتي صارت تبكي وتصرخ ما بدي اسمع صوت بذبحه قدامكم هون. هون امي قعدت بالارض يمين مع السكر وضغط،
يعني دغري وقعت بالارض. حرمتي صارت تبكي وولادي كانوا صغار يعني خافوا الولاد، كلتهم قعدوا بالزاويه وقعدوا. انا ما استرجع احكي شو ما يؤذون لعائلتي، واقف معهم بس خوفان، خوفان على حالي وخوفان على عائلتي شو ما يؤذون. رحت معهم، طبعا عذبوني اول يومين ثلاثه هونيك معهم، عذبوني كثير. شو عملوا؟ ضرب وجلد ويهددونا ان انت اليوم بدنا نطلعك نعدمك، يطلعونا يوقفونا برا يذبحوا قدامنا شخص. في واحد كان حيوي غنم برعين وكان بمناطق النظام، قال له انت كنت موجود بمناطق النظام؟ قال له انا كنت موجود بمناطق النظام ليحيل الرزق اللي انا كنت عم رعيها هونيك اللي هو غنم. انتوا اذا جيتوا بدي اوقف عنكم انتوا بتاخذوا لي الغنم. واجهوا للامير يعني حكى معه بصراحه انا عميل للنظام الا ان النظام بيحمي لي رزقي. نزلوا على الركيكب قدامنا وكبروا عليه وحط السكين على رقبته وذبحوا قدامنا، قطع له راسه وزتوا بين اجرينا مشان نرتعب نحن. فعلا ارتعبنا لما هيدا الراعي غاني العين تفتح وتطبق قدامنا، وبعد ما قطع له راسه يعني ما ضل فينا حال. انتوا روحوا بكره بنقدمكم. زرعوا الخوف بقلوبنا نحن والخشوع لالن. يومين ثلاثه بدك تروح معنا على الحرب، وطلعنا معه. سلمونا نحن مجموعه، كانوا ثلاث اربع اشخاص خليجيه لهجتهم الخليجيه، كان معنا ثلاثه ممنوع يحكوها وما سمعت لغتهم، اكيد كانوا اجانب ما بعرف، ويحطونا على الخط الاول على الجبهه كدروع بشريه. طب انت بهيدي الفتره كنت تاخذ شي راتب مقابل انضمامك لتنظيم داعش؟ لا ما كانوا يعطوني معاش شهري، انا الفتره ضليتهم معنا معهم هي 20 22 يوم، ما اخذت اي اجار منهم. اكيد هن اللي كانوا يطعمونا بالمركز، بس كل واحد كان يطلع له نص رغيف خبز بالنهار، ما ادري شو بيعطوك اني انت مي صغيره. انا ما استرجي اشرب المي، خاف ما يكون حاطين فيه دواء ولا مخدر ولا شو، انه شيء مشان الذاكره تبعت. هيك كانوا يعملوا بالقبلنا نسمع نحن. فيك تخبرنا كيف كانوا يتعاملوا معكم؟ باي اسلوب؟ اسلوبهم كثير كثير قاسي. لما كنا نحن عم نقتل هن كانوا يوقفوا ورانا، نحن كنا عم نقتل كمان تحت التهديد انه يلي ما بيطلق النار على الموقع اللي عطيناه هي نحن بنضربه من ورا بنقتله. يعني عم نقتل كمان تحت التهديد، بس ما نعرف نحن مين عم نقتل. اوصوا الكفار بده يجينا من هالمال، اوصوا عليهم ما تخلوني اقربوا، هن جايين يقتلوكم، لاني ما بعرف مين اللي هذا اللي عم بضربه، يكون خيي، يكون ابن عمي، سوري، اجنبي، بريء، مظلوم. فدام بدعي لله انه يكون اذا جرح حدا او صيب حدا او قتل حدا الله يسامحني، لاني ما كان بقصدي، وبصلي لهالشيء هذا انه يسامحني اذا صبت حدا. تحت تهديد الموت أجبر إيهاب على القتال إلى جانب داعش، ولكنه منذ اللحظة الأولى راح يتحين الفرص للهروب. تدبر أولاً خروج عائلته في سيارة مهرب إلى قرية مجاورة حيث استقروا مع أقارب لهم. بعد تأمين العائلة رسم إيهاب خطة هروبه من داعش مع أربعة من أصدقائه الذين أجبروا مثله على القتال مع التنظيم. أخذنا القرار لما نزلنا فيه نهار بننزل فيه من على الجبهة، اتفقنا فيه مع بعضنا نحن ونزلنا على الطريق إنه اليوم نحن بدنا نطلع من هون، بكرة الصبح بدنا نلتقى على زاوية الكرم اللي هو تابع لقرية سرائب على الشارع العام. خمسة ونص كنا مجتمعين على زاوية كرم الزيتون نحن الأربعة، وفتنا بين كرم الزيتون، وصلنا لنص الكرم الزيتون تم إطلاق النار بالهواء. قف وقفنا نحن هون، عرفنا أنه نحن مراقبين مسكنا، ما حدا حاول يهرب لأن اللي بده يهرب بده يموت. لتمونا مشان ما نشوف حالنا وين رايحين، أخذونا على الحبس، أنتوا ممنوع تطلعوا على الجبهة، أنتوا على الإعدام، أنتوا طلعتوا خونة. انحبسنا معهم شي 12 يوم بالغرفة، طبعا على إهانات انتو خاينين بدكم تنعدموا. كيف قدرت بعدين
تهرب من تنظيم داعش. لما خسرت داعش عندنا بالقرية سرائب الحرب وفاتت جبهة النصرة والجيش الحر، ما عندهم الوقت الواسع اللي هياخدوا هالسجناء معهم أو يطلعوا هند، بدهم يرفضوا بريشن هنا بس يهربوا. فوتوا اثنين اللي عنا على الأوضة اللي هن من منظمة داعش، حطوا إيديكم ورا راسكم، حطينا إيدين ورا راسنا، عدوا على ركابكم، قعدنا واحد بلقم البارودة وأنا كنت بصف الآخر واحد خلفي، لقم البارودة وبلش يرش علينا إطلاق النار. اللي قدامي إجت طلقة براسه، لما رش الدم علي أنا وعلى وشي يعني أنا صدمت، فكرت حالي انصبت يعني لا شعورية، طبيت حالي معه. بس أنا ولما طبيت حالي عرفت أنا ماني متصوب، حسيت بحالي ماني متصوب، بس ما استرجي لا أتحرك ولا استرجي إنه أعمل أي حركة. لما دخل علينا منظمة الجيش الحر، اللي فصائل الجيش الحر أخذونا معه لأسعفوا، وأنا مسحوا عني الدم أخذيني معهم على السجن. أيمتى أطلق سراحك من قبل الجيش الحر؟ تم الفراج عني بعد ما اعتقلوني بأسبوع، أطلقوا سراحي، أعطوني ورقة أمشي فيها إنه إذا بتمر على عناصر الجيش الحر أنت كنت محبوس عنا وبتطلع فيها. طلعت من عند دغري لعند هذا الشاب اللي هرب عائلتي. يا فلان بدك توصلني لعند عائلتي مطرح ما أخذتهم على قرية اللي هن فيها. لما وصلت لعند عائلتي وقبل ما دق الباب لعليهم، إنه الشعور اللي عندي اللي حس فيه إنه كيف بدي لقي عائلتي هون، كيف بدي يلاقوني، إنه دقيت الباب فتحت لي حرمتي اللي هي مرتي. لما شافتني تفاجأت كثير، يعني عبطتني وبلشت البكة وتصرخ وركضت الأولاد البنت الكبيرة وإخواتها صار يبكوا وعيطوا، وأنا لفيتهم أعبطهم وأبكي معهم. بعد عودته لعائلته قرر إيهاب إخراج من سوريا نهائياً. بسرعة أمن أوراق الزوجة والأولاد وعبر بهم الحدود إلى لبنان بطريقة شرعية ليستقر بهم الحال كلاجئين سوريين في منطقة عكار اللبنانية. ليه اخترت تجي على لبنان؟ اخترت اجي على لبنان عشان بعد اولادي عن الاجواء الحرب اللي بسوريا. يعني قعدت هون يومين ثلاثه معهم ما يناموا الاولاد. اذا ناموا خمس دقائق تنقذ البنت او ينقذ صبي يصير يبكي بالليل. يشوف منام او يسمع ضرب ينقذ يبكي. ما استرجي خليهم عشان ما يعيشوا هالاجواء هيدي هونيك. فضل تجيبهم على لبنان وبعدهم هنا كل الاجواء هيدي. بداية وصولك للبنان وين كانت؟ كانت هون بشمال لبنان محل ما نحن موجودين هلأ؟ لا، لما وصلت على لبنان وصلت على بيروت منطقة جوني، خيي ساكن بجوني استقبلني عنده فترة شهرين ثلاثة، لقيت شغل هونيك. بس إنه ما فيني ضيق على أبرك عند خيي على طول، وما فيني استأجر هونيك أجارات غالية. ففي شاب خيو بيعرفه لأم وليد، هو اللي تواصل مع خيو وخيو تواصل مع أم وليد لهوني، ولقوا لي المطرح هيدا وجيت قعدت هوني وركزت هوني. كيف تعامل أنت اليوم؟ كيف بعملوك هوني بالمحيط؟ اللبنانيين كيف بينظروا لك كلاجئ سوري؟ خبرنا شوي عن هالموضوع. ظروف اللاجئين السوريين بلبنان بحسها إنه كرمالها عم تضعف، إنه الشغل هوني قلب لبنان ونسبة السوريين صار كتير هوني. يعني اللبناني ما عم بيلاقي شغل والسوري ما عم بيلاقي شغل. السوري بيطلع بيشتغل ب10,000 ب5,000 ليقدر يعيش جبرة تتخبز لعائلته، بس ما بيدفع فيه أجار بيت أو يروح فيه حكيم. ظروفهم صعبة كتير. هل التعليم مهم بالنسبة لك فيما يخص أولادك؟ أكيد أنا بفرح كتير لما بشوف أولادي عم يكبروا قدامي وعم يتعلموا، هذا الشيء كتير منيح. إحنا ما يضل يلعب بالشارع، يطلع مثلاً عامل يستغلوا العالم إنه ضعيف يروح يشتغل عندهم، يروح يشتغل بشهادته وبعلمه بأفكاره الجايبة وأفكاره ما تشتت هون وهون، ومشان ما يستغلوا منظمات ليقضوا معهم مثلاً على حرب كداعش، يستغل مثل العالم الأفكارهم ضعيفة كتير كتير وعقولتهم قليلة.
يستغلهم ياخذهم معهم ويشغلهم معهم بالحرب. بفرح فيهم لما بيكبروا بشوفهم موظفين، بشوف حالي فيهم. بتشوف انه ولادك مستقبلهم هون بلبنان، ولا بتشوف انه مستقبل ولادك كسوريين رح يكون بسوريا؟ انا بندعي لله انه يصير مستقبلهم كان بسوريا، انه بلدهم ومنطقتهم هيك، بس انا شايف انه بدي يضلوا هون على طول. كالعديد من السوريين الهاربين من داعش، لا يرغب إيهاب بالعودة إلى سوريا حالياً. يخاف على أولاده من هول الحرب، وخاصة ابنته البكر التي ما زالت تعاني كوالدة من قسوة ذكريات التجربة مع داعش. تجربة هذه العائلة مع التنظيم قاتمة كلون رايته، لكن إيهاب يضعها اليوم أمامه ليستخلص منها بعض العبر. تجربتي مع داعش علمتني انه الشعب اللي عم يموت كل شعب بريء ومظلوم، ما في لا عدو ولا اعداء. يعني داعش دخلت على علمة هالمنظمة هيدي عم تحارب الشعب السوري بالدين. لما تكون معهم على الجبهة بقول لك عدوك قدامك اقتله. طيب انت ما عم تعرف مين عدوك، ان كان سوري ولا كان لبناني ولا كان الكويتي، ما بتعرف شو دينه، ما بتعرفه. لازم الشعب السوري يستوعب هالفكرة هيدا، إنه الحرب بسوريا بس اتجاه السوريين، يقتلوا هالشعب السوري الفقير ويدمروا سوريا يضعفوها. ما في هيدا لا اسقاط رئيس ولا اسقاط نظام ولا شيء طاول بالمرة. إيهاب، رغم تجربتك البشعة مع داعش وخوفك من الناس كيف بيطلعوا فيك، ليه قبلت إنك تطلع معنا على الكاميرا وتبين وجهك؟ طلعت معكم على الكاميرا مشان العرب تعرف انه خلص حاش خبي، يعني ما استرجي احكي مع حدا ولا استرجي اقعد مع حدا، انه يكون خاف ما يكون هيدا بيعرف بيغدر فيني. قويت قلبي خلي العالم كلها تعرف انه انا كنت اطلع مع جبر بس مع داعش، بس انا كنت مجبر على هالشيء هيدا، ما انا طلعت انا بارادتي. اذا انا بدي احكي للشخص وجه لوجه بده ما يصدقني، بس على التلفزيون يمكن يصدقني. هل تشعر إيهاب بالندم لأنك كنت عضو في تنظيم داعش؟ أكيد بندم على هالشي هذا، أني كنت عضو بداعش، بس أنا كنت مجبر على هالشي هذا، لأن كنت يا إما بدي موت يا إما بدي أطلع قتل مع داعش. اخترت قتل مع داعش لأصح لي فرصة أهرب فيها من عندهم. يعني أنا لو ما برقبت عائلة وولاد لا أموت ما بطلع معهم ولا بنجبر على هالشي هذا، بس بدي أترك وراي أطفال وأمهم. جبرت أطلع معهم لبين ما لقيت فرصة أهرب فيها. هذه التجربة علمت إيهاب إنه ما يأذي حدا، يضل متسامح مع العالم. أني هالشيء اللي شفته وهالظلم اللي شفته يعني علمتني درس إنه ما أأذي حدا ولا أقسى على حدا، حتى مع أولادي عم بكون متعاطف يعني أكثر من أبعد الحدود مشان ما يطلعوا ويشوفوا هالمأساة اللي شفتها أنا. البيت الفقير المهترئ هو بالنسبة لإيهاب وعائلته المأوى الآمن الذي يرتاحون فيه ويحاولون أن يبدأوا فيه حياة جديدة بعد تجربة مريرة في سوريا. الذكريات الأليمة ما زالت تخيف أفراد هذه العائلة، وإضافة إلى هذه الذكريات هناك الوضع المعيشي الأليم الذي يواجهونه بشكل يومي. لكن كل ذلك لا يمنع إيهاب من الحلم والتمني أن يكون المستقبل أفضل. فرهانه الأول معقود على تعليم أولاده، خاصة بعد ما نجح بإيجاد مقاعد لهم في مدارس لبنانية رسمية.